بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الجديد إن شاء الله ربنا يجعله عام سعيد عليكم. بالنسبة لمادة الفيزياء إن شاء الله معاكم هذا العام، هنبدأ نشرح لكم الفيزياء في منصة MA أكاديمي، وإن شاء الله هنديكم مباشر وفيديوهات وفيديوهات مجانية وفيديوهات إنلاين وتفاعل معاكم، وهنشتغل معاكم من أقدم كتاب أنا عامله، كتاب الوسام، بقاله دلوقتي حوالي 40 سنة، بيبدأ معكم من الزيرو وتأسيس وكله لحد ما طلعك لأعلى مستوى. وانتوا عارفين نظام الفيزياء كل سنة والمواد العلمية بالذات كلها كل سنة من 21 22 23 كل سنة بيرفع المستوى ويجيب أفكار جديدة، والامتحان النموذجي لازم يجيب تريكات وأفكار جديدة. وأنا عاوز أدربك من الأول إن شاء الله وأتعاون معاكم إن ترفع المستوى. مش هنقولك السنة دي الامتحان جه سهل خلاص ننزل، الامتحان جه صعب لا نرفع. هناخد جميع المستويات، محدش عارف الامتحان هيكون شكله ايه. ونظام الامتحان MCQ اسئله هندربك عليها كويس جدا، وفيها الافكار المتوسطه والعاليه وامتحانات السنوات الماضيه كلها من الخمسينات وجاي كله هتحله. وان شاء الله فيه نظام الاسئله الجديده اللي هي الاسئله المقاليه هندربك عليها كويس. ورا كل درس ايه هو الاسئله المقاليه والاسئله MCQ والافكار المتدرجه العاليه. اما كتاب المدرسه طب هو الاصل، هو المرجع الرئيسي بتاعنا، احنا بناخد منه المعلومات وبنطورها وبناخد قوانين مستنبطه من الكتاب المدرسي وبنديك قوانين تسهل لك الحل. ما تقولش دي مش علينا، انت ليك تحل وافكار ترفع بالمستوى. العلم بشيء خير من الجهل بيه، فانت لما تعرف مستويات اعلى وتعرف قوانين مستنبطه من الكتاب المدرسي مفيش حاجه اسمها قوانين غريبه ولا حاجه، كل حاجه تعرف. وما تقولش الحاجه دي صعبه، لازم تتدرب في اثناء العام الدراسي، تتدرب من السهل للصعب وتحل افكار وتشغل مخك عشان مخك يبدا يشتغل. تيجي تخش امتحان اخر السنه ما تقولش السؤال ده اول مره اشوفه، لا انت اتدربت على افكار كتيره ان شاء الله. وانا معاك ليل ونهار وفي كل وقت، في اونلاين وفي مسجل وفي كل اللي انت عايزه، وانا دايما مع الطلبه ليل ونهار وعمري ما ابخل عليهم باي حاجه ان شاء الله بامر الله. وهكون معاكم على طول اتصال دائما وفي اي اوقات، وهنديكم كل حاجه تتواصلوا معنا فيها ان شاء الله. معاكم احمد امام بركه، خبير الفيزياء في ديوان عام الوزاره والموجه العام للفيزياء على مستوى الجمهوريه سابقا. وكل عام وانتم خير، وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم من خيرة الطلبة اللي هيجيبوا مجاميع كبيرة ان شاء الله. احنا بنلعب على هذا المستوى ان احنا نخليك توصل للمستوى اللي انت تطلبه، اللي انت تكون عايزه وترغبه فعلا. وإنا لا نضيع اجر من احسن عملها، فاحنا لازم نعمل العمل الصح الاحسن علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.